إنشاء شخصية افتراضية تتكلم بالذكاء الاصطناعي، مولد فيديو AI مجاني. أنت متأكد من اللي أنت بتقوله ده؟ وها هي النتيجة النهائية قبل المونتاج. أهلا بكم على قناة إزاي للثقافة والتكنولوجيا. شرحنا أكثر من موقع لإنشاء شخصية افتراضية تتكلم بالذكاء الاصطناعي، ولأن هذه المواقع لا تمنح المستخدم سوى فترة تجريبية قصيرة، لذلك في هذا الفيديو سأشرح لكم موقعا جديدا يساعدنا على إنشاء شخصيات تتكلم بالذكاء الاصطناعي، وهو مجاني تماما حتى الآن. الله ينور عليك يا أستاذ. لحظة من فضلك. يا أستاذ، إن إعداد فيديو واحد يأخذ مني الكثير من الوقت والجهد لأجل نشر العلم النافع، بخلاف عمليات البحث التي أقوم بها، وهي أيضا تأخذ الكثير من الوقت والجهد. ولذا ولذاك ولهاك أطلب من السادة الحضور. أتمنى أن تدعمني بلايك، ولو أعجبتك الحلقة اكتب تعليقا يحفزنا على الاستمرار. شكرا لكم. الآن نبدأ الشرح. نفتح الموقع، سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف. نضغط هنا لتسجيل الدخول، وهي عملية سهلة وبسيطة، وذلك باستخدام البريد الإلكتروني فقط. بعد التسجيل يفتح الموقع هذه الصفحة. الخطوة الأولى بعد تسجيل الدخول، اذهب إلى أعلى يسار الصفحة واضغط هنا على Generate Video. ستفتح لك هذه الصفحة، اذهب إلى يمين الشاشة واختر الشخصية التي تناسبك. الخطوة الثانية، اضغط هنا واختر اللغة التي تريدها. الموقع يوفر اللغة العربية كما تشاهد. الخطوة الثالثة، اضغط هنا لاختيار الصوت ذكرا أو أنثى، أيضا عمر الشخصية التي ستتكلم. الخطوة الرابعة، اضغط هنا واكتب النص أو الكلام الذي تريد أن تقوله الشخصية. الموقع يوفر في كل عملية تحويل 250 حرفا. في هذا الفيديو سأكتب نصا أشرح فيه هذا الموقع. يمكنك أيضا الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لكتابة النص الذي تريده. اضغط هنا على Generate Script، سيفتح الموقع هذه النافذة. هنا اكتب عنوان النص الذي تريده، وهنا حدد الجمهور المستهدف، ثم اضغط هنا على Generate. بعد الانتهاء من كل شيء اذهب الى اعلى يمين الصفحة واضغط هنا على Generate Video. وبعد أن يكون الفيديو الخاص بك جاهزاً، سيرسل لك الموقع رسالة إلى بريدك الإلكتروني، أو سيظهر لك الفيديو هنا. اضغط هنا وقم بتحميله. وها هي النتيجة النهائية قبل المونتاج. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. نراكم بخير الحلقة القادمة.